أو مثلا أي مثال، الآن ما في مسلم إلا النادر إذا سمع حديث الغرانيق إلا واعتبر حديث الغرانيق إساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث اللي يقول بأنه لما نزلت سورة النجم فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، في هذه اللحظة ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تلك الغرانيق العلا، صار يمدحهم، وإن شفاعتهن لترتجى وإن مثلهن لا ينسى، فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون. طيب. ثم نزل عليه الوحي، جاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال له اتلو علي ما جئتك به، حتى بلغ تلك الغرانيق العلا قال ما جئتك بهذا، إنما هذا من الشيطان. هذا الكلام ما يمكن احنا نقبله، هذا احنا نعتقد. ذكرت بان عموم المسلمين، هذا رأي ابن تيمية، وهناك الكثير ممن ينتمي الى ابن تيمية. ابن تيمية يقبل حديث الغرانيق، ابن حجر العسقلاني يقبل، يعني هناك ائمة لا زال لهم اتباعهم ويقبلون كلامهم. هذا رأي جماعة كبيرة جدا، وهناك مثل ناصر الدين الألباني اللي صنف كتاب في رد حديث الغرانيق وعدم قبول حديث الغرانيق. زين، لما واحد يطبع كتاب حديث الغرانيق، الآن هذا الكتاب الكتب اللي فيها حديث الغرانيق من يروج؟ تطبع أين؟ في كل العالم الإسلامي. لا بالكويت، احنا خلينا نتكلم عن التفاسير، تفسير الطبري. القانون اللي راح يطلع راح يطبق بالأخير، موجود هذا الحديث في تفسير الطبري، موجود هذا في تفسير الدر المنثور، في تفسير البغوي، احنا لو بجيب كل التفاسير، اغلب التفاسير موجود فيها هذا الحديث، وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني، في مصادر كثيرة جدا موجود هذا الحديث. زين، هذا الحديث إساءة للنبي أو مو إساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لمن يقال عن النبي أن الشيطان ألقى على لسانه هذا، ولا أريد الآن أنا مو في بحث ويعني تفصيلي في هذا المجال، لكن نحن نعتقد أن هذا الحديث فيه إهانة للنبي. مثال أنت قاعد تقول وجود هذا الحديث، وعلماء كثر من السنة والشيعة يعتبرون أن هذا الحديث إهانة لرسول الله وفي مساس برسول الله. وجود هذا الحديث في كتب تباع في الكويت، أنت قاعد تقول هذا راح يتعارض مع القانون. زين، يتعارض، لأن اللي يبيع الكتاب في نظر البعض قاعد يهين النبي ويمس بالنبي صلى الله عليه وسلم، صاحب المكتبة أيضا قاعد يساعد على هذا، واللي يعتقد بالحديث، لأن هؤلاء اللي يقولون بصحة الحديث لا زال أتباعهم موجودين. طيب. إلى الآن اللي يعتقد بصحة الحديث إذا قال هذا الحديث قد يقال ان هذا مسيء للنبي، يلا روحوا فتحوا لنا يعني الملف، يصير لا يعني حمام دم.